البيم والبعد الثامن للدكتور سامر السياري، مجلة بيم أرابيا. نستطيع أن نعتبر النقطة التحول الحقيقية في الهندسة المعمارية حدثت عندما ترك المهندسون أدوات الرسم التقليدية وبدأوا في استخدام الحاسب الآلي في فترة التسعينات من القرن الماضي. وقتها بدأ الصراع بين المحافظين والمجددين، وبدأ الجدال هل يستطيع المهندس المعماري ترك الرسم اليدوي الحر أم لا، وهل سيؤثر على المهنة أم لا. هذا المقال ليس مكانا لمناقشة هذا الجدال، وإنما لاستعراض نقطة التحول الثانية التي في اعتقادي ستكون أكبر بكثير بعد غزو الحاسبات الآلية، المكاتب المعمارية والجامعات وكل من يعمل في صناعة البناء. أتاح التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات تطور الهندسة المعمارية في آخر 25 سنة وغير ملامحها، وظهرت العديد من المفاهيم بعدما كانت دائما العمارة مرتبطة بتطور مواد البناء. ومع الزخم الكبير والتطور السريع ظهرت الحاجة لتكنولوجيا تجمع احتياجاتنا كلها في سلة واحدة. صنعت تكنولوجيا لمزجة المعلومات الرقمية البيم بأنها أفضل تكنولوجيا وصلت لسبع أبعاد في نفس الوقت. ثنائية الأبعاد، يستطيع البيم رسم المساقط الأفقية والقطاعات والواجهات بكفاءة أعلى من برامج الكاد، حيث أن العناصر المعمارية معرفة كأجسام ذكية ولها مواصفات وليست مجرد خطوط بسيطة كما في برامج الرسم الهندسي التقليدية كاد. ثلاثية الأبعاد، في نفس الوقت الذي يرسم فيه المهندس المبنى من المسقط الأفقي، يتم بناء المبنى بالكامل ثلاثي الأبعاد. رباعي الأبعاد، التخطيط الزمني وهي الاحتياجات الخاصة لعملية التنفيذ فيما بعد لاحقا، عندما تبدأ عملية البناء الفعلي ولأول مرة في التاريخ الهندسي، نجد تكنولوجيا تحترم اعتبارات التخطيط الزمني من عملية التصميم الآلي. خماسي الأبعاد، حصر كميات VOQ بليف كوانتيتي، وهو بعد معروف بتعقيده وصعوبته خصوصا في ظل المنافسة الشديدة في الإبداع المعماري وما ينتجه من أشكال معقدة، قد يجد المعماري صعوبة في حصر بنودها. سداسي الأبعاد، إدارة المبنى Facility Management لأعمال الصيانة والإدارة حتى تنتهي دورة حياة المبنى وحتى فيما بعد عند عمل الترميمات. سباعي الأبعاد، هو البعد الخاص بالاستدامة، وما زال التطوير في هذا البعد مستمرا لإجراء المحاكاة الكاملة للطاقة وتأثير الشمس والرياح على المبنى خارجيا وداخليا. بدأ العديد من المهندسين تعلم تكنولوجيا البيم للاستفادة مما سبق، ولكن ما زال هناك العديد في جعبة البيم ستكشفه الأيام القادمة. ولعل أهم تقنية جديدة يعتبرها البعض بالبعد الثامن هي البارامتريك ديزاين. ونستطيع تلخيص هذه التقنية في استخدام الحاسب الآلي في تصميم الأشكال التي يصعب على العقل البشري إنتاجها. والحقيقة فهذه التكنولوجيا ليست بالجديدة، فقد بدأت في الظهور من حوالي 8 سنوات، ومن أشهر تطبيقاتها الجراس هوبر. واستخدم هذه التطبيقات المعادلات الرياضية والظواهر الفيزيائية لعمل الكتل والأشكال المعمارية المختلفة، واتطور معها على التوالي تقنيات التصنيع الرقمي Digital Fabrication. ومع أن هذا المجال يعتبر من المجالات الجديدة، إلا أنها انتشرت انتشارا واسعا، وبدأ أيضا تنفيذ العديد من المباني التي تم استخدام هذه التقنية في تصميمها. لم ينتظر المعماريون كثيرا ليحدث الدمج بين هذه التقنية والبيم، حتى فاجأتنا شركة أوتوديسك ذات يوم بتطوير برنامجها الشهير الريفت بإضافة الدينامو، وهو برنامج يعمل من داخل الريفت بنفس طريقة الجراس هوبر، ليعلن عن عصر جديد يدمج الأبعاد السبع السابقة مع البعد الثامن الجديد، ومما سيغير من وجه الصناعة وبالتالي من أشكال المباني في الفترة القادمة، ويتيح فرصة أكبر للمعماريين بالإبداع بدون التخوف من صعوبة الرسم أو حصر الكميات أو التخطيط الزمني إلى آخره. قرأوا عليكم عمر سليم.